مرحبا طلاب صف الخامس، الآن ناخذ فقرة أتأكد صفحة 9. اكتب العدد بالصورة الرقمية. السؤال الأول، 30 مليون، 3 وأمامها 7 أصفار. السؤال الرابع، 9 مليار، 9 وأمامها 9 أصفار. الآن أكمل ما يلي. السؤال السابع، 460 عشرات الملايين تساوي فراغ مليار وفراغ 100 مليون. هنا أسهل طريقة أن نكتب الصورة الرقمية للعدد 460 عشرات الملايين. نكتب أول شيء 460 عشرات الملايين، يعني 7 أصفار بيها. نكتب 7 أصفار أمام 460. هنا مطلوب مني كم مليار وكم 100 مليون فراغين عندي. راح نكتب كل مرتبة جوا الرقم اللي يمثلها حتى نشوف الرقم اللي بالمليار وبالمئات الملايين إيش قد. أحد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. إيش قد الرقم عندي؟ 6. إذا 600 ملايين والمليار 4، يعني 460 عشرات الملايين وتساوي 4 مليار و600 مليون. الآن عندنا السؤال التاسع. تبعد الأرض عن الشمس نحو 150 مليون كيلومتر. اكتب هذه المسافة بالصورة الرقمية وبعشرات الملايين. الصورة الرقمية للعدد 150 مليون هي فراغ. المسافة بعشر ملايين هي فراغ 10 ملايين. الصورة الرقمية نكتب 150 والمليون يعني 6 أصفار، نكتبها أمام 150. هسه 150 مليون كم 10 ملايين؟ عرفنا نقدر نحلها بطريقتين. نقول نحول المليون إلى 10 ملايين، يعني رح نصعد مرتبة، يعني نحذف صفر. 150 مليون تساوي 15 بعشرات الملايين. وعندي طريقة ثانية، قلنا 10 ملايين بها 7 أصفار، نحذفها من 150 مليون. 1 2 3 4 5 6 7، راحت الأصفار كلها، بقى عندي 15 10 ملايين. الآن نأخذ فقرة أتحدث. كيف أكتب 20 مليارا بالصورة الرقمية وبمئات الملايين؟ 20 مليار بالصورة الرقمية 20 وأمامها 9 أصفار. 20 مليار كم 100 مليون؟ 100 مليون بها 8 أصفار، يعني نحذف 8 أصفار نشوف إيش قد يبقى. 1 2 3 4 5 6 7 8، بقى عندي 200. إذن 20 مليار تساوي 200 100 مليون. الآن نأخذ فقرة أحل صفحة 10. السؤال العاشر، أكمل النمط وأصفه. 700 مليون فراغ 500 مليون، هنا يتناقص 100 مليون. 700 مليون، 600 مليون، 500 مليون، 400 مليون، 300 مليون، 200 مليون. تتناقص الأعداد بمقدار 100 مليون في كل مرة. أكمل ما يلي. السؤال رقم 16، 73 مليون تساوي فراغ 10 ملايين وفراغ
فراغ 73 مليون هي 3 ملايين زائد 70 مليون يعني آحاد الملايين 3 وعشرات الملايين 7. أو من الصورة الرقمية نكتبها 73 وأمامها 6 أصفار. بهاي الصورة نقدر بعدها نقول هنا آحاد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف آحاد الملايين. إيش قد عندي الرقم؟ هو 3 وعشرات الملايين 7. الآن سؤال رقم 17. 9 مليارات و400 مليون تساوي فراغ 100 مليون. قلنا أسهل طريقة نكتب العدد بالصورة الرقمية بهذا الشكل ونقول 100 مليون ب8 أصفار يعني نحذف 8 أصفار. 1 2 3 4 5 6 7 8. ايش قد بقى العدد اللي نكتبه؟ بقى 94. اذا 9 مليارات و400 مليون تساوي 94 مئة مليون. ناخذ الان فقرة اوفركر. سؤال 20. اكتشف الخطأ. كتب سعد العدد 660 مليون على النحو الآتي. 660 مليون تساوي 600 مليون و 60 عشرات الملايين. والصورة الرقمية للعدد هي 66 مليون. اكتشف خطأ سعد وأصححه. الحل الصحيح هو 660 مليون تساوي 600 مليون و60 مليون 600 مليون. راح نصعد مرتبتين حتى نوصل ل100 مليون يعني نحذف صفرين صار 600 مليون. و60 مليون نصعد مرتبة واحدة نوصل ل10 ملايين يعني نحذف 0 و1. 60 مليون تساوي 16 ملايين. إذا 660 مليون تساوي 600 مليون و6 عشرات الملايين. الصورة الرقمية هي 660 مليون.